أهلا بكم إخواني، السلام عليكم. اليوم في فيديو جديد تعريفي ب فرع من فروع التعليم العالي، وهو المدرسة العليا متعددة التقنيات لو ام بي الموجودة في الحراش، وكان كذلك مثيلها في عنابة وكذلك في وهران. المدرسة العليا متعددة التقنيات، يعني هنا تخرج لنا يعني أنواع متعددة من المهندسين في كثير من التخصصات، في هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة صناعية، هندسة كيميائية، مناجم، إلكترونيك، تقني، آلية، إيدروليك، تعدين، هندسة بيئية. كل هذه التخصصات يعني الطالب يحصل فيها على تكوين ممتاز لأنها مدرسة عليا، ويتخرج بشهادة مهندس فيها. طبيعة الحال هذا التخصص يخص فقط يعني الشعب الأولوية التقني الرياضي، المعدل فيه يعني مطلوب على الأقل 16.75. شوف المعدل، يعني طلب رياضيات، لأنه قراية طلب رياضيات، طلب مات 16.75، ثم رياضي، ثم شعبة العلوم التجريبية. لكن التجريبية لازم عنده معدل البكالوريا 17، 17 بكالوريا بالفاصلة، كذلك بالفاصلة. دراسة فيها مثلها مثل بقية المدارس العليا، فيها طورين، الطور التحضيري والطور العالي. الطور التحضيري كما قلنا قبل تقرأ يعني سنتين مثل دراسة الأستي، سنتين مثل جماعة التكنو أستي، فيها جزء مشترك مع بعضهم. السنة الأولى ممنوع دوبلاج، ما تدوبليش، كون دوبلي يعني توجه مباشرة، تطرد، توجه إلى جامعة ولايتك. والسنة الثانية عندك الحق الدوبلي مرة واحدة فقط، ولازم كذلك تفادى النقطة الإقصائية في يعني السنة الثانية، لأنك عندك حق فيها فقط دوبلي مرة واحدة فقط. السنة الثانية دوبلي مرة واحدة فقط، إذا كان فوت مرة واحدة نفس الشيء، تطرد وتوجه إلى جامعة ولايتك. السنة الثانية لما تطلع العام بعشرة تمر على مسابقة، يعني تطلع بعشرة وثم تمر على مسابقة باش تكمل في هذه المدرسة العليا. لما تنجح في المسابقة، تنجح حسب الترتيب تاعك، كذلك تفوت إلى الطور العالي اللي فيه 3 سنوات، التحضيري فيه سنتين والعالي فيه دائما 3 سنوات، وفيه تخصصات يعني ذكرناها مسبقا، تاع يعني تاع هيدروليك، ميكانيكية، مدنية، صناعية وغيرها. فهمنا في الطور العالي 3 سنوات تخرج يعني بمهندس دولة، واللي يحب يقرا كذلك ساعات إضافية يزيدها يعطوه شهادة ماستر دو، شهادة ماستر دو. بالنسبة للمواد يعني سنة أولى تحضيري يقروها في هذه المدرسة العليا، جدا مشترك، عندنا رياضيات خاصة، تحليل وجبر وإحصاء واحتمالات، هذه كل مهمة جدا. الرياضيات ثم الرياضيات، يعني ما عندكش تعرف خاطئك الرياضيات يعني توجه إلى غير هذه المدرسة. كذلك علم آلي، لوغاريتميات، فيزياء، كيمياء، ترجمة، اقتصاد، السنة الأولى. والسنة الثانية كذلك تقرأ مواد أخرى مثلا كهرباء، إلكترونيك، ميكانيك، غاسيونال، تقرأ ميكانيك ميكانيك الغازات والسوائل. كل هذه المواد يدرسوها في السنة الثانية. بالنسبة لمجالات العمل لهذه التخصص، كل المجالات الصناعية وحتى النووية، يعني التخصص هذا تاع يعني مهندس في عدة مجالات، يعني الطالب عنده يعني مجالات جدا متاحة للعمل فيها، في الشركات، في المصانع، في مش عارف انا، في مجال البترول، في مجال حتى الامور مثلا مش عارف انا تاع البيئة، في الامور الفلاحية، امور البيئية، امور وغيرها. المدرسة هذه كذلك العليا متعاقدة مع يعني شركات وطنية ودولية كثيرة، يعني وكذلك جامعات، يعني الطالب يستفيد من عدة تربصات في هذه الشركات وفي هذه يعني الجامعات، مراسلات وتبادل للخبرات. حاجة أخرى كذلك أنه المدرسة العليا معروفة بأنها دائما يعني عدد الطلبة فيها محدود، مثلا تلقى في هنايا في القسم فيه يعني 30 تلميذ أو طالب، 30 طالب في قسم في المدرسة العليا بتاع التقنيات.
ما كانش يعني هناك ضغط ولا كم هائل من الطلبه اللي راح يميع مستوى الدراسه، بالعكس المستوى راه ممتاز جدا. وكما تشوفوا يعني كل تخصص عنده يعني ميدان تاعه، عنده يعني الياته متوفر له يعني حتى التربصات الخاصه به. اذا خاوتي هذا هو كل شيء ما يخص الام ام بي. يعطيكم الصحه وشكرا وبارك الله فيكم.